لا يكاد المؤذن ينتهي من أذان الفجر حتى تملأ رائحة الطعام أرجاء بيت الجد والجدة، والذي هو مقر لتجمع العائلة ويسمى بالبيت العود. هذا ما اختاره صاحب المطعم أحمد المنصوري ليكون عنوانا تتقارب فيه القلوب، ويعد مطعم البيت العود أساس لطعم الأطباق الإماراتية التراثية والشعبية الأصيلة. البيت العود كان فكرة على أساس أنه يسد النقص اللي موجود في السوق المحلي. نحن اليوم نشتكي من قلة الأماكن اللي نزورها وتعتني بالمطبخ الإماراتي والتراث الإماراتي. الفكرة ابتدت لما كثير من أصدقائي من دول يزوروني هنا ويسألون أي بيت نروح أو أي مطعم نروح على أساس أننا ناكل أكل إماراتي، ويكون إماراتي مش مخلوط بمطابخ ثانية مثل المطابخ الآسيوية، والمطعم كأنه بيت الإنسان ممكن يزوره ويشوف يتذوق الأكل الإماراتي. التواصل الحي في مطعم البيت العود يذكرنا بماضي سكان دبي على مائدة الطعام القديمة التي تفرش على الأرض، يجمع لحظات من الماضي في وقتنا الحاضر، خاصة وأن الجلسات في هذا المطعم تغمر إحساس الجالس بالمودة والراحة والحديث المسلي. المنطقة اللي نحن فيها منطقة سياحية، والمنطقة السياحية طبعا مئات السواح يمرون بشكل يومي على هذه المنطقة اللي هي في حي الفهيدي، فكثير من الزوار يجون يذوقون أطباقنا اللي هي الأطباق المحلية، ويحبون دائما الأكل اللي هو ينطبخ نفس الوقت مثل المخبوزات اللي يقوم بها المطبخ. البيت العود هو متحف للأطباق الإماراتية التي تطهيها أيادي إماراتية وتضع لمساتها بطريقة مستمدة من تاريخ وعبق الإمارات. هذا أول فرع للبيت العود، إن شاء الله بيكون عندنا أفرع منتشرة في إمارة دبي على أساس أن نغطي مساحات أكثر. يمكن هالمنطقة التراثية في أماكن سياحية غير عن هالمنطقة، فإن شاء الله بنختار أماكن يكون عليها إقبال أكثر عن المنطقة اللي حي الفهيدي. إن زيارة البيت العود ليس فقط لتذوق الأكل الإماراتي المطبوخ بأصوله التراثية القديمة، وإنما هو مكان يملأ القلب بالفرح والطمأنينة بأجواء أسرية لها حب ومودة وحكايات قديمة.